بسم الله الرحمن الرحيم، أبنائي وبناتي طلاب الثانوية العامة شعبة الرياضيات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الأستاذ رفعت حمزة، خبير وموجه أول الرياضيات. أبناء الطلاب، النهاردة معادنا مع الجزء 11 في الوحدة الأولى في الهندسة الفراغية، هنتكلم فيها على كيفية إيجاد الزاوية بين متجهين. يلا بينا مع بعض. إحنا درسنا في اللقاء السابق إيجاد الضرب القياسي للمتجهين، وعرفنا إن الضرب القياسي للمتجهين أ وب هو معيار أ في معيار ب في جتا الزاوية المحصورة. طيب لو أنا عايز أستخلص جتا سيتا لوحدها، هضطر أقول إن جتا سيتا تساوي أ ضرب قياسي ب على معيار أ في معيار ب. هذا القانون من خلاله مباشرة نقدر نطلع الزاوية بين المتجهين إذا علم المتجهين. يبقى القانون اللي بيطلع الزاوية بين المتجهين اسمه جتا سيتا تساوي أ ضرب قياسي ب على معيار أ في معيار ب. عايز انوه ابناء الطلاب، هذا القانون هام للغايه لانه هيتكرر معايا في الدروس القادمه ان شاء الله في مراحل كتيره، هيقابلنا اكتر من 3 مرات بعد ذلك، وبالتالي هو قانون يجب الاهتمام بيه عشان هنستعمله في المراحل القادمه. طيب عندي شويه ملحوظات مهمه جدا. اولا لازم تكون الزاويه اللي انا بدرسها ما تزيدش عن 180 درجه، يعني محصوره في الفتره من صفر مغلق الى 180 درجه مغلق. الحالات الخاصه في هذا القانون مهمه جدا. أول حالة خاصة بتقول لو كان جتا سيتا نتيجتها طلعت بواحد، ده معناه إن المتجهين أ و ب متوازيين ولهما نفس الاتجاه. ليه؟ لما يكون جتا سيتا تساوي واحد، ده معناه إن الزاوية بين المتجهين قياسها صفر ولهما نفس الاتجاه عشان ده موجب واحد. أما إذا كان جتا سيتا يساوي سالب واحد، ده معناه إن المتجهين دول متوازيين وعكس بعض في الاتجاه، وده معناه الأبعد إن الزاوية بين المتجهين قياسها 180 درجة. الحالة الخاصة الثالثة لو كان جتا سيتا تساوي صفر، لا هي واحد ولا سالب واحد ولكنها طلعت بصفر، في هذه الحالة بنقول المتجهين هنا متجهين متعامدين، وده اتكلمنا عليه قبل كده وقلنا ده شرط تعامد متجهين. الحالة الرابعة يا شباب، إذا كان الضرب القياسي للمتجهين كمية موجبة، يعني مش بالضرورة واحد، كمية موجبة أكبر من الصفر، ده معناه ان الزاويه بين المتجهين زاويه قياسها هيكون زاويه حاده. يبقى عشان تكون الزاويه بين المتجهين حاده لابد ان يكون الضرب القياسي كميه موجب. اما اذا كان الضرب القياسي نتيجته كميه سالبه، ده معناه مباشره ان الزاويه بين المتجهين هتكون زاويه منفرجه. اخيرا لو كان ا ضرب قياسي ب نتيجته بصفر، زي ما اتفقنا ده معناه ان الزاويه بين المتجهين قياسها 90 درجه، ويقال ان المتجهين متجهين متعامدين. تعالوا مع بعض نشوف أول مثال. أول مثال بيقول قياس الزاوية بين المتجهين أ تساوي سالب 2 سالب 6 1 و ب تساوي 2 و 6 وسالب 1 تساوي نقط، وديني عدة اختيارات. مديني متجهين بشكل مباشر وعايز قياس الزاوية بينهم. طبعا الزاوية بين المتجهين بتتعامل بالعلاقة جتا سيتا تساوي أ ضرب قياس ب على معيار أ في معيار ب. تعالوا الأول نجهز معيار أ ونجهز معيار ب. معيار المتجه أ عبارة عن جذر 4 زائد 36 زائد 1 هتساوي جذر 41. معيار ب هيساوي جذر 4 زائد 36 زائد 1، هحصل أيضا على جذر 41. يبقى أصبح جتا سيتا تساوي أ ضرب قياسي ب على معيار أ في معيار ب. أ ضرب قياسي ب طبعا هنجيبها بطريقة النظام الثلاثي الأبعاد. هنضرب الأول في الأول زائد الثاني في الثاني زائد الثالث في الثالث. لما أضرب أ ضرب قياسي ب أحصل على سالب 41. أصبح الضرب القياسي يساوي سالب 41 عندي في البسط، عندي في المقام جذر 41، في جذر 41 أحصل على 41، وبالتالي الناتج النهائي جتا سيتا تساوي سالب 1، وده معناه إن الزاوية بين المتجهين قياسها 180 درجة، اللي معناها أبعد إن المتجهين دول متجهين متوازيين وعكس بعض في الاتجاه، وبالتالي اختيار الصحيح في هذا السؤال هو الاختيار الأخير. تعالوا مع بعض ننتقل إلى مثال آخر. المثال بيقول إذا كانت الزاوية بين المتجهين أ كاف وأربعة كاف وواحد، والمتجه ب سبعة وسالب اتنين وسالب ستة زاوية حادة، فإن كاف تنتمي للفترة نقط وبين عدة فترات. ما معنى إن يقول لي الزاوية بين المتجهين زاوية حادة؟ طالما الزاوية بين المتجهين زاوية حادة، يبقى من الضروري أن يكون الضرب القياسي كمية موجبة. كمية موجبة بلغة الرياضيات معناها إن الضرب القياسي أكبر من الصفر.
يبقى احنا هنجيب الضرب القياسي وهنقول اكبر من صفر وابدا اتعامل مع متباينه عاديه جدا. يبقى معنى ان الزاويه حد ان الضرب القياسي بينهما اكبر من الصفر، ده معناه ان كاف و4 كاف واحد ضرب قياسي 7 وسالب 2 وسالب 6 اكبر من الصفر. تعالوا نضرب 7 في كاف ب7 كاف، 4 كاف في سالب 2 بسالب 8 كاف، بعد كده زائد 1 في سالب 6 بسالب 6. الكلام ده طبعا اكبر من الصفر. 7 كاف ناقص 8 كاف احصل على سالب كاف، يبقى سالب كاف ناقص 6 اكبر من الصفر. هنقل ال 6 في الجهه الاخرى باشاره موجبه، اصبحت سالب كاف اكبر من ال 6. طبعا هقسم طرفي هذه المتباينه على سالب 1 مع مراعاه حاجه مهمه جدا في المتباينات: عند القسم على سالب او الضرب في سالب لازم اتجاه المتباينه يتغير. طالما خدت قرار ان انا هقسم طرفي هذه المتباينه على سالب 1، يبقى لازم اغير اتجاه علامه التباين، وبالتالي اصبحت بعد القسم على سالب 1 هتبقى كاف اقل من سالب 6. عايز اكتب هذه المتباينه على صوره فتره، ما معنى اقل من سالب 6؟ يعني الاعداد من تحت السالب 6 وانا نازل الى سالب ما لا نهايه. ما انساش عند كتابه الفترات لازم نكتب العدد الصغير اولا، وبالتالي في هذه الحاله كاف تنتمي للفتره المفتوحه سالب ما لا نهايه وسالب 6 مفتوحه. وعلى هذا الاساس اختيار الصحيح في هذا السؤال هو الاختيار الثالث. تعالوا مع بعض نتعلم حاجه جديده مهمه جدا، وهي تعريف مسقط متجه في اتجاه متجه اخر، واحيانا بنقول عليها المركبه الجبريه لمتجه في اتجاه متجه اخر. إذن كلمه المركبه الجبريه تكافئ تماما كلمه المسقط الجبري. القاعده بتقول مركبه المتجه الف في اتجاه المتجه ب، ويرمز لها بالرمز اللي امامي الف ب، بتسمى المركبه الجبريه للمتجه الف في اتجاه المتجه ب. عباره عن ايه هذه المركبه؟ هذه المركبه تساوي المتجه الاول ضرب قياسي المتجه الثاني على معيار المتجه الثاني. نخلي بالنا ابناء الطلاب القانون ده قريب من قانون الزاويه بين المتجهين، ولكن الفرق ان هنا على معيار المتجه الثاني فقط. طب ليه قلت على معيار ب ما قلتش على معيار الف؟ حسب مركبه مين في اتجاه مين. لما اقول مركبه الف في اتجاه ب يبقى اتذكر على معيار ب. طب لو طلبت في مساله اخرى مركبه ب في اتجاه الف يبقى هقول على معيار الف. انما في البسط عندي الضرب القياسي اللي امامي اسمه المركبه الجبريه لمتجه في اتجاه متجه اخر، واحيانا بيقولوا عليها المسقط الجبري. في مركبه اخرى تسمى المركبه الاتجاهيه لمتجه في اتجاه متجه اخر. قانونها ايه؟ اولا يرمز للمركبه الاتجاهيه للمتجه الف في اتجاه المتجه ب بالرمز الف ب، بس عليها طبعا رمز الاتجاه. المركبه الاتجاهيه لالف في اتجاه ب عباره عن المركبه الجبريه لالف في اتجاه ب اللي حصلنا عليها، ولكن لازم اضربها في متجه الوحده في اتجاه المتجه ب عشان احولها الى كميه متجهه. وبالتالي الفرق بين المركبه الجبريه والمركبه الاتجاهيه فرق بسيط، ان لازم في المركبه الاتجاهيه اضرب في الاخر في متجه الوحده في اتجاه اللي احنا جبناه. عشان كده لما يطلب مني في الامتحان المركبه الاتجاهيه لازم بالضروره الاول اجيبه المركبه الجبريه. تعالوا نشوف مثال على هذه الجزئيه. المثال بيقول مركبه المتجه ا اللي هو 2 وسالب 3 و4 في اتجاه المتجه ب اللي هو 2 وسالب 1 وسالب 1 تساوي نقط، ومديني عده خيارات. طبعا لما يطلب مني المركبه ويسقط مقصود بيها المركبه الجبريه، اما المركبه الاتجاهيه لازم يقول ساعتها المركبه الاتجاهيه. اتفقنا مركبه المتجه ا في اتجاه المتجه ب يكتب بالشكل الاتي: ا ضرب قياسي ب على معيار ب. تعالوا ننفذ هذا الكلام. ألف ضرب قياسي ب معناها 2 وسالب 3 و4 ضرب قياسي 2 وسالب 2 وسالب 1 على معيار ب اللي هو اتفقنا عبارة عن جذر 4 زائد 4 زائد 1. هضرب الضرب القياسي في البسط عندي هحصل على 4 زائد 6 ناقص 4 على معيار ب اللي هو ب 3. بكده بكل بساطة هحصل على المركبة الجبرية هتساوي 2، وبالتالي اختياري الصحيح هو الاختيار الأخير. في هذا المثال أبناء الطلاب لو طلب مني المركبة الاتجاهية للمتجه ألف في اتجاه المتجه ب هتبع نفس الخطوات اللي أمامي تماما، ولكن هضرب الاتنين دي في متجه الوحدة في اتجاه المتجه ب. ونخلي بالنا ازاي نجيب المركبة الاتجاهية من خلال المركبة الجبرية. تعالوا مع بعض نشوف المثال الأخير في هذا الجزء. المثال بيقول في الشكل المقابل مسقط ب ألف في اتجاه ب ج يساوي نقط.
امامي مثلث مختلف الاضلاع، ا ب 14 سنتيمتر، ا ج 10 سنتيمتر، ب ج 16 سنتيمتر. المطلوب عايز مسقط ب ا في اتجاه ب ج. طبعا المسقط هو المركبه زي ما اتفقنا. مسقط ب ا في اتجاه ب ج عباره عن المتجه الاول ضرب قياسي المتجه الثاني على معيار المتجه الثاني. المتجه الاول اللي هو ب ا ضرب قياسي المتجه ب ج على معيار الثاني اللي هو ب ج. طيب الضرب القياسي احنا عرفنا له طريقتين، اما طريقه هندسيه اللي هي معيار في معيار في جهه الزاويه المحصوره، او طريقه تحليليه لو كان مديني عناصر كل متجه. في المثال الامامي شكل هندسي، يبقى نطبق الضرب القياسي باستخدام معيار في معيار في جهه الزاويه المحصوره. المعيار مقصود به الاطوال، فمعيار ب ا معناها طول ب ا، معيار ب ج معناها طول ب ج. كده انا توقفت على ايه؟ على جتا الزاويه المحصوره. هنا المشكله في هذا السؤال، ازاي نحصل على جتا الزاويه المحصوره بين المتجهين ب ا و ب ج؟ لو رجعنا بالذاكره الى ثانيه ثانوي كان عندنا قانون من خلاله نقدر نطلع جيب تمام اي زاويه اذا علمت اضلاع هذا المثلث. تعالوا نتذكره مع بعض. في المثلث ا ب ج عندنا طبعا اضلاعه ا شرطه وب شرطه وج شرطه. كان القانون بيقول جتا ب تساوي ا شرطه تربيع زائد ج شرطه تربيع ناقص ب شرطه تربيع على 2 ا شرطه ج شرطه. هذا القانون درسناه في ثانيه ثانوي، كان يسمى قاعده جيب التمام صيغه الزاويه. معانا الثلاث اضلاع، تعالوا نعوض عن قيمه ا شرطه وقيمه ب شرطه وقيمه ج شرطه، هحصل على ان جتا ب هتساوي في الاخر 11 على 14، ودي الحاجه اللي انا محتاجها للمسقط الجبري. نرجع لموضوع المسقط الجبري، اصبح مسقط المتجه ب ا في اتجاه المتجه ب ج عباره عن معيار ب ا في معيار ب ج في جهه الزاويه المحصوره، تعني معناها 14 في 16 في جهه الزاويه اللي حصلنا عليها 11 على 14 في الاخر على معيار ب ج اللي هو ب 16. باختصار هذا الكلام بكل بساطه هنحصل على 11، وبالتالي اجابتي الصحيحه في هذا السؤال هي الاجابه الاولى. كده يا ابنائي الطلاب انتهينا من الجزء ال11 في الوحده الاولى في الهندسه الفراغيه، انتهينا فيها من دراسه الضرب القياسي. ان شاء الله في الدروس القادمه هناخد الضرب الاتجاهي للمتجهين. انتظرونا.